هي الأرض والصدى هي القدس، وفي اليوم الاجتماع على بيتر عن بعض الاتهامات وبعض البلاغات وبعض المقالات بعض الملاذات. اليوم باش نعبروش احنا على الرأي ديالنا ونقولوا للجمعية اللي خصنا نقولوا بيه من أجل باش ننوروا الرأي العام، ومن أجل باش نعرفوا الرأي العام عن الحقيقة اللي تدور فيها هذه الفريق ديال المديرية التقليدية. كما تتعرفوا الأشخاص بعض الموظفين اللي متهمين بهذه العبارة، اللي متهمين بهذه الملفات ديال العقالة، أصبحوا اليوم يناورون أشياء ما كايناش، أصبحوا باش يقوموا بحق الضغط على المدير الإقليمي وعلى المدير الجهوي اللي شافوهم غدا في المسار الصحيح، لأنه باش لأنه كانت عدد واحد العدد ديال الاجتماعات على صعيد الجهة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنشكرو السي عبد الرحمن على التقديم اللي دار ولا التقديم اللي دار، يعني اللي هي كما كنقولوا منطقية. حنا مشينا تبع هاد الناس كنقولوا المفاسر ولا هاد الشيء، الناس كانت كطالب حقها، راه كانوا معنا نساء ورجال، كاين عائلات اللي نجوا مجرد وداك الشيء هذا، يعني هاد النوع ديال البلطاجة اللي كان شنو هو؟ شنو هو؟ حنا كيف تعاملنا مع السلطات المحلية باحترام، تعاملنا مع يعني داك الشيء كان منظم ومأطر مزيان، ما كان زعما شي دخول وخروج ولا هادي. هاد الناس اللي كيقولوا بحال هكا، حنا الناس المقابر حنا كنا مع نوس، ملي كيقول في الفاسد، الفاسد راه جاي معدهم. علاش؟ لأنه دابا حنا كنا كنطالبوا واش الدواسة ديال اللي يدوزوا، فإذا بهم ساد من هنا، ولكن كيختاروا شي ناس كيدوز الدواسة بخفاء، الدواسة ديالهم كيدوزوا بخفاء. حنا هاد الناس مشينا معاهم بعيد، هنا اللي وديتو مع ناس مناضلين، أراو بالكم أنا نهضر على القانون ديال السريع مثلا. ريحنا واحد النهار مع مهندس ديال زهير الكابوس، ريحنا انا وياه ومعقول وعايده ومكافيش وحدين، ملي تكلمنا قال لهم هذاك السيد هو ديال القانون ديال الزراعه ما كاينش مزازا، حتى لو وليتو بغيتو يعيد القانون خاصكم ديروا واحد المحضر، وذاك المحضر يمشي عند المدير الجهوي ويصادق عليه يمشي للوزاره، الوزاره تصادق عليه ويولي قانون عادي ولا هو اللي يقول لها تعسكس. هذا الشيء ما تقوليش حتى لواحد دابا ندوزو الدوسي ديال المدير، لا وراه حاضر كنا نرد نمشي نشوف اللي عنده القانون ندوزو ليه، انا ما كندويش على راسي كندوي على ككل. ولا شي دوي موضوع الثاني، هاد الناس دابا هما هاد النقابه بحال حسوا راسهم تقواو شي شويه، حسوا راسهم تقواو شي شويه، بغاو يهيمنوا على الاداره بواحد الشكل اللي ما بقى يعود يدوزوا اللي بغاو هما. والدليل انه لو غادي نمشي ندوزوا على الدواسه نشوف دابا، راه كاين الدواسه اللي عنده مثلا امين باقي ما دارش، كاين اللي عنده شهرين داز، كاين الدواسه اللي عندهم اجل قريب. علاش؟ لانهم دوك الناس المقربين ديالهم، وكاين شي خروقات اللي دارهم هما يا هاد الناس ديال النقابه، شي خروقات اللي هي خطيره جدا، راه تي الوقت ديال اللي غادي نصلحو به داك الشيء. حنا ما نزربوش كما كيقولوا لي تحسيت ولا ما زرب. حنا كما قال الاخ شباب مشينا للرباط، حنا نقابة بن سليمان دارنا فرع بن سليمان، حنا اللي خصنا نتاحو شكون اللي غيمشي للرباط؟ هما ناضوا نصبوا هزوا داك الشيء اللي بغاو اللي غيمشي على كلمة باش نفسر لك، هزوا الناس اللي غادي يليقوا بهم هما اللي داوهم امر، ولاو كيديروا لي كونفونسيون هذيك المرة ديال واحد ديال الريوم ديال هادشي ديال الريوم دارو واحد الشيء كاين ناس اجانب كاين كذا، لا علم لنا بها. كانوا خرونا بواحد الطريقه ملتويه، انا اعترضت عليها بلي اعترضت على المرجع كي خرونا. المهم حنا كما قلتي دابا حنا الاتهام ديال اللوبي وفيه البلطاجيه وكذا، حنا ما غنسكتوش عليه، لانه شنو هو النوع ديال البلطاجه؟ ويجي واش انا فؤاد داك ناقش هضرت معاك قلت له انت كذاب. علاش؟ لانه عاموس وانت كتكذب عليا، اليوم يطبق القانون المدير اللي مشى كان كيقول لي انت غتكلف الدواسه، اليوم ندير غدا ندير، اليوم ندير غدا ندير. لا هذا كما قلتي حنا دابا الانسان باش غنسيرو العجله ديال التنميه، والله اليوم في جلسه الفلاح كنتخلص بعد هذا ونعاود جهاز اخر وغادي وغادي، ولكن هاد الناس بغاو يوقفوا يسكتوا مره، وهذا هو الدور ديالهم هما دابا بغاو يحسوا بالراحه. هما كيقولوا هكا كيقول الشيء دابا والله راه الاداره عاد ارتاحت، لو بقات واحد كيجي هو هي نسدوها الاداره، نسدوها باش يرتاحوا هاد الناس، ما يمكنش. الاداره خاصها تكون في خدمه ديال المواطنين وخدمه الفلاح، وخاصو هو يحلل دوك الفلوس اللي كيدي بعدا اللي كيوقف على راحه، ولا عاش شاد المربع بحال قلت لهم ودي هذوك الكاتبات، قلت لهم
ليش غادي يقول لك هذا زعما لا بالنسبه للسي الحاج تكتي معاه في النقاط اي سؤال نحسسوا النقاط على اساس باش تدافعوا على المصاريف لانه حنا اليوم تقريبا انت من النقابه وانا من النقابه وكل ولكن حنا تنشتبعوا اليوم على اساس واحد المصلحه العامه الهدف اللي عندنا وهو المصلحه العامه ديال الاقليم ما عندناش الالوان ولا على التونيات ولا على الكاسكيطات اليوم عندنا هم واحد خصنا نسيرو ونمشيو فيه يعني هو المشكل ديال المشاكل ديال الفلاحه هاد الناس كما تنقول الى عندهم ملفات اهلا ومرحبا كاين القضاء وحنا راه كما تتعرفوا المديريه الاقليميه دائما فيها لجان المراقبه دائما جا المجلس الاعلى للحسابات جا كاين الا كانت شي حاجه اهلا ومرحبا حنا اللي يجيبوها ما كاين حتى مشكل ولكن باش يبداو الباب اليوم خصنا حنا كهيئات نقابيه وكهيئات سياسيه وحقوقيه وهادشي خصنا اليوم حتى حنا نعرفوا كيفاش نسيروا المسائل لا لو في الفاسد المقصود هذا هو لا النقابه الكادر ديال النقابه ملي كنا حنا واحد المجموعه ديال الناس اللي عارضوهم الناس اللي عارضوهم راه الدوسه ديال تبوكهم هنا اولهم ثانيا كاين شي ناس اخرين كاع كانوا عارضينهم في الماتيريال ديال الحليب ولا داكشي تما كرسوهم والناس اللي مشاو معاهم مشاو معاهم ديك الطريقه ديالهم وهما لما تذكروا اسماء هذوك الدواسه ديالهم دازوا طيب بالخف دوزو يعني هاد الناس الا كانوا كيدو كاع بعض الشبابي يجيو على البواصي يراجعوا على البواصي شحال ديال الخروقات كانوا في البواصي مثلا ولا داك الشيء انا عصام واحد المره قال لي واحد الكلمه قال لي قلت ليها السي بلا تعلم واحد انا هاد الفلاح ديالي وهذا ديالي مشو يجيو ياك علاش هذا دريويش عام باقي ما خان حتى حاجه بحال كنا مدير الراجل وعلاش هاد السيد هذا على 15 يوم عطيتي الموافقه ديال جوج بواصي علاش حيت قال لي هي ضربوني عليه صحابي في الاداره خصني نصبر ضربوني عليه صحابي قلت له واش تمرين ولا كيفاش ضربوني صحابي راه الاداره هذه الشيء راه ما ديال صاحبي وما ديال كتب ديال حتى واحد راه المواطن سواسية في القانون قال ضربوني عليه صحابي قلت له شوف دير شركه ولا ضربوك صحابك قال لك هذا السيد جهزني بمليار وعطيه وتبرع عليه الله يعاونك رزقك هذاك اما الاداره ما محقوش يضربك حتى واحد ما يضرب في الاداره كلشي سواسية في القانون ربما باش حنا غنبقاو في النضال ديالنا وغنبقاو ندافعوا حتى نهار تحيدوا من المسؤوليه وهذه الساعه ماشي الساعه ما نبقاش المسؤوليه ديالنا وما يبقاوش الناس تينتخبونا ونبقاو في هذا راه غنبقاو ندافعوا عليهم حتى لاخر لحظه شي لاخر لحظه اللي راه بقات ديك الساعه وما غاديش تبقى غادي نبقى حتى لهذيك الساعه حتى للدقائق الاخر وانا تندافع على الفلاح وتندافع عليه في اطار القانون انا ما كاين حتى مشكل تفضل السي خالد بصفتي انني من الجنه الاداريه النقابه ديال الفلاح اسمي لنا عفاك النقابه الله يخليك السي شاب النقابه ديال الجامع الوطني للتعليم دي هي اللي هي اللي شاده دابا الجامع الوطني للقطاع الفلاحي اللي هي كاين تنمي ليها مثل الذي سبق لك واحد الحاجه وبالنسبه لي على انني من 15 اللي سالتو على انهم يديروا الملاحظه يعني كيلاحظوا في الباب هذا فوتو ما قال السي العسال ديال اللومي وكذا وكيفاش داك الشيء كان مخبرك وانا حضرت لهذ المسائل من حسن حظي على انني شفتو لي ناس اخرين وصوتوا عليا ومشيت في هذا الباب هذا يعني الواحد الشيء الوحيد اللي بغيت نرجع عليه قبل ما ندخل كنقاب انا مستشار في الهيئه المغربيه لحقوق الانسان فاصلين الأولى اللي كتبان لي هنا أنا لا يشرفني أن أكون مثلا على أنه عندي رئيس ديال الاتحاد التعاوني متهم بلي على أنه رئيس ديال اللوبي ديال الفاسد هذه المسألة هذه من هذا المنظار أنا كنقول للسيد الرئيس على أنه خصو يتقدم للسيد الوكيل العام برسالة شكاية استعجالية في هذا الباب ولا غادي نديرو واحد النقطة احتجاجية ثم من مور هذه القضية هذه إلا ما كانش مستعد الرئيس باش يدير هذه القضية هذه انا كنعلن على انني كندير اغراض عن الطعام والناس اللي هما مكلفين بالحزب الان كيخصهم يعلموا السيد الوكيل العام بان داير اغراض عن الطعام لانني انا القضيه ديال اللوبي ديال الفساد ما شفتهاش هذه 4 سنين ولا 5 سنين وانا في هذا اذا بما انك تقول لوبي انا داخلين في هذا اللوبي
وانت كرئيس ديال هذا اللوي يعطينا هذا السيد نوعيه الفساد من لان هذا راه كيضحك على علاش انا نقابه نقابه كلها كيقول لها على اثر الوقفه التي نظمها لوي الفساد في القيادات المسلمه وانشر بمعنى على اننا حنا كنا لوي ديال الفساد اذا شنو يا اما حنا ضد الوطنيه ها واما حنا ضد الاداره وحنا ما يمكنش لنا نمشيو ضد الاداره شفتي على انني اول ما قبل كل شيء انا حامل واحد المشاعر سابقا وعندي على ان مؤسسات سياسيه اللي هي ربما كيعرفوها بعض الاخوان انا ما يمكنش ليا نمشي في واحد المؤسسه اللي فيها زغبه ديال الفساد ولا نعلن عليه لانني انا متابع بزاف ديال الحوايج لهذا قبل ما تعطي الكلمه السيد خالد مع كامل الاحترام انا نخطيت لك اول حاجه انا كنعلم على انني بلي وانا داير اضراب عن الطاعه وكنحتج الان برساله للسيد وكيل العام على هذه القضيه ديال اللوبي لانني انا متهم باللوبي وما يمكنش لي ان يسيوني رئيس انه متهم باللوبي ديال الفساد اوفق الله من خير العباد والمال تعطيني شي رساله باش نعطيني شي موقف باش نعطيني بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر الاخوان في الدعوه والمجهودات الجباره اللي قاموا بها انجاح الوقفه الاحتجاجيه التي كان الهدف منها والغرض منها الاساسي هو تفعيل المصادر وحل المشاكل والملفات العالقه اذ اننا نفاجئ بان هناك بلطجيه ولوبي الفساد هاد الناس اللي خاص يفهموا ملي كنقولوا بلطجيه شكل من اشكال العمل الاجرامي والتخريب والتهديد والترهيب واعتقال واحتجاز الاشخاص معنى ان كانت وقفه سلميه شعارات اللي كتندد بالفساد الاداري ديال الاداره هاد الناس اللي كانوا كيتهمونا حنا بلوبيه التنظيمات المهنيه كاتحاد مقاولات ومجموعه من التنظيمات المهنيه كيتهمونا حنا بلوبي الفساد خاصهم يعطيونا هاد الفساد فين كاين ولا باغي يبعثوا هما الفساد على روسهم يجيو يتحاسبوا معنا على سداد الطلب على الصباغه على المازوت لي كوموند ديال الكاميرا ديال بزاف د الحوايج يجي يتحاسب ولا بغاو يغمضوا لنا عينينا حنا راه كاين فساد هادي باش حنا نتغاضاو الطرف على الفساد ديالهم هما يجي هذا يتحاسبوا معنا حنا كما يعلم الجميع ان نقابه ملي كنقولوا نقابه راه كدافع على واحد المصلحه معينه ديال واحد الطبقه اللي هي مقهوره الا كانوا هاد النقابه عندهم كدافع على المصالح ديال الموظفين ديالها وخاصها تواجه مع المديرين وهذه من اجل تحسين الوضع ديالهم فاذا بنا نفاجئ ان هاد النقابه كتواجه معنا حنايا كاشخاص كنطالبوا بحقنا لهذا كنندوا بالبيانات بجميع البيانات اللي صدرات اللي كتهم بالفساد وهذه وهاد الاشخاص حنا كنطالبوا باش يتفتح تحقيق ورفع شكايه السيد الوكيل العام للملك من اجل البحث في هذا المشكل البلطجيه ولوبيات الفساد وحنا راه ما غنسكتوش وغنستمروا في الوقفات الاحتجاجيه ديالنا بشكل كبير واضخم حتى نحلوا المشاكل ديالنا راه ما يمكنش هما اللي بغاو كيقول لك الوقفه دارت من اجل ساعات بعد التحاق السيد مدير الاداره كما يعلم الجميع ان كانت عندنا لجنه تحضيريه اللي كتوجد هذه الوقفه مده 15 يوم والمدير الاقليمي كان التعيين ديالو يوم الاثنين ما التحقش ربما لظروف شخصيه ولا ظروف اللي كتخصه هويا حنا كنا دايرين الوقفه ديال الجمعه هو كان التعيين ديال الاثنين خاصو يلتحق الاداره ما يمكنش غنلغيو الوقفه ديالنا حنا ما كيهمناش المدير يكون ولا هذه المهم الصوت ديالنا يوصل للوزاره من اجل حل المشاكل ديالنا وتسويه الوضعيه ديالنا كان اللي كنطالبوا به هو الغاء مجموعه من القوانين الجائره اللي اصحاب القرار فيها هما ناس مزاجيين جلسوا اشنو غنديروا تعالوا غنديروا الزريع كذا كذا وخير دليل من خلال اللقاء اللي تم مع السيد المدير كيقول لك راه كاين قوانين كاين مساطير معمول بها ولكن كل اقليم عنده الخصوصيات ديالو حنا كنعرفوا القانون ما كنعرفوش الخصوصيات حنا كنعرفوا كامل شي حاجه خصوصيات اش بغى يوصل لينا الميساج وصلوه لي قبل كيقولوا لي لا هاد الناس درنا لهم الزريع باش ندعوهم كذا 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 حنا من هذا المنبر كنقول لهم الا كان الفساد في الاداره ولا كان شي مشكل في الاداره والاداره هي اللي اثرت لينا ما كانش لا حفاس وما صالحش
ولا شي شركه ما صالحاش، الاداره هي اللي كونت وقدر لينا الفلاح ولا الاداره، الاداره اللي ما دارتش خدمتها، اداره دير خدمتها راه كيقول كعطيني راس مزيان دير حسانه مزيان، اداره دير خدمتها الفلاح راه غيدير خدمته الشركه غدير خدمتها، الاداره كنحملوها كامل المسؤوليه في السرمايه.